ومن برلين ينضم إلينا مراسل الغد يمان شواف. يمان، ماذا عن تفاصيل هذه المداهمات وتوقيتها تحديدا؟ نعم، التفاصيل جاءت في بيان الشرطة التي تحدثت عن 5 عمليات تحقيق أجرتها الشرطة، وقالت في 4 عمليات تحقيق تبين أن 10 أشخاص هم امرأتان و8 أشخاص من جنسيات متعددة، تحديدا تتراوح أعمارهم بين 20 و51 عام، وهم من الجنسية الألمانية والأفغانية والكوسوفية والتركية. أيضا هؤلاء متهمون بتمويل تنظيم داعش الإرهابي بشكل مباشر وفق التحقيقات 4. وأيضا كان هناك معلومات تحدثت عنها الشرطة في بيانها أن هناك كان تعاون مع سويسرا، الأمن في سويسرا، على أن أحد الأشخاص كان معروف لدى السلطات هناك، وكان هناك متابعة لهؤلاء الأشخاص. هذه العملية التي كانت صباح اليوم في هيسن والتي استهدفت هؤلاء الأشخاص 10، كان هناك للشرطة الألمانية ولأجهزة الأمن الألمانية 5 عمليات تحقيق كما ذكرت في بيانها، وقالت أن هذه العمليات عمليات البحث كانت للبحث عن هؤلاء الأشخاص 10 المتهمون أو المشتبه بهم بأنهم مولوا تنظيم داعش الإرهابي، وربما كانوا يخططون لهجمات في ألمانيا، ولكن لا حديث عن مخاطر حتى الآن، وإنما هي عملية كما قالت الشرطة استباقية لمواجهة أي عمليات أو تخطيط كان ربما يخطط له هؤلاء. لكن حتى اللحظة لما تحدثت عنه الشرطة أن التحقيقات التي لديها أكدت أن هؤلاء كان لهم قاموا بدعم مباشر لتنظيم داعش الإرهابي. من برلين كنت معنا مراسل الغد يمان شواف، شكرا لك.